أهلا بكم أيها الرائعون. اترك كأس ماء مع الملح والخل ولاحظ التغييرات التي تصدق تحدث في منزلك خلال 24 ساعة. الطاقات السلبية تحيط بنا من كل الجوانب، وخاصة في الأماكن التي نتواجد بها بكثرة مثل أماكن العمل، المدرسة، الجامعة أو المنزل. المنزل ينبغي أن يكون مكانا للهدوء والسكينة ومليئا بالطاقات الإيجابية، لأنه ملاذنا بعد يوم شاق. الطاقات السلبية تأتي من الأشخاص السلبيين المحيطين بنا أو حتى الأشياء المزعجة التي تأخذ حيزا في تفكيرنا. هذه الطاقة السلبية تؤثر على صحتنا وتجعلنا نشعر بالإرهاق والتعب، قلة النوم وغير ذلك، وهي تؤثر أيضا على الجانب النفسي والروحي والجسدي وحتى الذهني لكل أفراد البيت وحتى الحيوانات الأليفة. هذه الموجات تشكل حاجزا للسكينة والهدوء في المنزل، وتشعرنا على الدوام بالقلق والغضب واحتقار الذات، وقد يصل الأمر طبعا إلى الاكتئاب. إذا لاحظت هذه العلامات في منزلك، عليك أن تقوم فورا بعملية التنظيف الطاقي واصطياد هذه الطاقات السلبية. فكيف تقوم إذن بهذه الطريقة الرائعة والفعالة؟ إذن ما نحتاجه موجود تقريبا في كل بيت: كأس شفافة وينبغي أن تكون خالية من الألوان والرسومات، قليل من الملح البحري، حبذا لو كان ملحا بحريا يكون ذلك أروع، طبعا قليل من الماء المصفى والمنقح، وأخيرا خل أبيض أو خل سدر التفاح ويكون ذلك طبعا جيدا. نقوم طبعا بخلط هذه المكونات: الماء ثم الملح والخل، وحبذا لو يمتلئ الكأس فقط الثلثين، ونترك الثلث الأخير من الكأس فارغا. نقوم بوضع هذا الكأس طبعا في الأماكن التي نريد أن ننظفها من الطاقات السلبية، سواء بيت النوم، الصالون، غرفة الأطفال أو غير ذلك. بعد 24 ساعة طبعا بدون أن نقوم بتحريك الكأس من مكانه، سوف نلاحظ التغييرات التي طرأت على الكأس. إذا لاحظنا بعض الإخضرار أو أن يميل اللون أو لون الماء إلى الإخضرار، هذا يعني أن الطاقة السلبية موجودة وقد تمكن طبعا الماء من اصطياد هذه الطاقات. إذا لاحظنا إخضرار في الماء فينبغي أن نعيد التمرين طبعا مرة أخرى حتى نحصل على ماء طبعا شفافة كما وضعناها أول مرة. وتجدر الإشارة إلى الحضارات القديمة أيضا استعملت مثل هذه الطرق في تنظيف الطاقات السلبية، خاصة الملح والخل. يوسف حسن في أمان الله.